الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-55-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-87-687. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإدارة وإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات حمراء، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-87-687. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفاف والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-87-787. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-55-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-87-787. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05